شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023 والذي انطلقت فعاليته برعايته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعرضت المبادرة ابدأ جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 من اكتوبر من عام 2022 هذا بالاضافه الى دعم وتعميق الصناعات الوطنيه للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وجذب فرص استثماريه جديده لقطاع الصناعه